نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. افتتاح الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية وتركيز على اعتماد الفلاحة العصرية دعما للاقتصاد الوطني. توقيع اتفاقية إطارية للقضاء تدريجيا على الأمية في صفوف النساء والفتيات وتعزيز اندماجهن في الاقتصادي والاجتماعي. وتونس تشارك في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والقضاء على الفقر والتصدي للتغير المناخي من أبرز المواضيع. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. شيعت اليوم ولاية بنزرت جثمان الشهيد الرائد فوزي لهويم لي رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف ببنزرت، الذي اغتيل على يد عنصر إرهابي صباح أمس أمام أحد المقاهي الواقعة في محيط الحي الإداري الملازم لروضة الشهداء. ففي موكب مهيب وخاشع بحضور زملاء الشهيد من الأمنيين بمختلف رتبهم وأسلاكهم وعدد من أهالي الجهة وأقارب الشهيد وأفراد عائلته إلى جانب العديد من المسؤولين، تم تشييع جثمان الشهيد الرائد فوزي لهويم من منزله في اتجاه جامع الفدية، أين تم أداء صلاة الجنازة على روحه قبل التوجه إلى مقبرة العين ببنزرت حيث أوري الثراء. انطلقت اليوم فعالية الدورة 14 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية بمشاركة 550 عارضا من عديد الدول. هي أحدث الآلات الفلاحية التي تم تصنيعها على المستوى العالمي من أجل تطوير العمل الفلاحي، تطوير من حيث السرعة في الإنجاز والجودة في الإنتاج. عرضت في الدورة 14 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية، وأبرزت من خلال ترويجها أن المؤسسات التونسية المختصة في صناعة الآلات الفلاحية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية. مثل هالمعارض هذه فرصة باش الأخوان الفلاحين يتعرفوا أكثر ما يمكن عن التقنيات الجديدة والتقنيات الحديثة، وفرصة أيضا باش نغير طرقنا من حيث الاستغلال الفلاحي ونستعمل الآلات الحديثة والآلات اللي عندها تأثير سواء على النوعية أو على الإنتاج. اليوم ما عندناش نقاش كون يحصد بالمنجل، ما عندناش نقاش كون يحرث بالزائلة ومعناه بالمحرث العربي، بالتالي احنا قاعدين نمشي في خطى كبيرة نحو المكننة نحو التكنولوجيا. فلاحة عصرية تعتمد أساليب ذكية ستمكنها من مزيد تقديم الدعم للاقتصاد الوطني، وقد تكون من بين الحلول لتحقيق الانتعاش المطلوبة. يجب استغلال كل هذه الطاقة الفلاحية من أراضي فلاحية، يجب وضعها على ذمة المستثمرين وخاصة الشباب وكذلك حامل الشهادات العليا. يجب معناها تثمين كل الثروات كيف فما ضغط كبير على الموارد المائية، لأن النموذج الفلاحي متاعنا خلق زاد ضغط كبير على الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية. ويشارك في الصالون ما يقارب عن 550 مهنيا من تونس وخارجها في مسعى لعقد شراكات استثمارية. مع أنا من الدورة الأولى مشارك من عام 91 مش من توا، معناها نعرف في كل معرض احنا شنو، علاش نجيو للمعارض هنا باش تعرف روحك، معناها تعرف روحك تعرف بالمنتوج نتاعك. خاطر طبعا ارتأت مشاركة على مستوى دولة شرف، الحمد لله عندنا جناح مميز في صالون الفلاحي التونسي. طبعا عندنا أقسام كثيرة، أقسام خاصة بالأمن الغذائي، أقسام خاصة بالزراعة، أقسام بالتراث. عندنا قطرية مستثمرة حاليا في مجال الفلاحي في الجمهورية التونسية، وهذه فرصة بالنسبة لهم لالتقاء برجال الأعمال. جينا نشاركوا المعرض هذا باش نبحث على بعض فرص تعاون، ومن أجل يعني إدخال السلع تاعنا للأسواق المغاربية، الأسواق الإفريقية والأسواق العالمية. كما ستنتظم خلال الخمسة أيام القادمة ورشات علمية وعدد من المسابقات الخاصة بالقفز على الحواجز للخيول، هذا بالإضافة إلى عقد اتفاقيات شراكة بين اتحاد الفلاحين وعدد من الدول المشاركة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة، انتظمت اليوم ندوة وطنية تم خلالها تقديم جملة من البرامج التي تهدف إلى التقليص التدريجي من ظاهرة الأمية خاصة في صفوف النساء والفتيات الريفيات وتعزيز اندماجهن الاجتماعي والاقتصادي.
45% من النساء الريفيات في تونس هن أميات، و25 من مجموع نساء تونس يجهلن القراءة والكتابة، إحصائيات قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وتكشف تفشي ظاهرة الأمية والارتداد إليها، وسعيا إلى التقليص التدريجي من هذه الظاهرة في صفوف النساء والفتيات الريفيات وتعزيز اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي، أمضت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية اتفاقية إطارية تهم عدة مجالات. توحيد الجهود بين الوزارتين قصد استقطاب الأميات، وأيضا في إطار مقاربة إدماجية تأخذ بين القرائية والمهارات، وتثمين تعلماتهم القرائية والمهارية لتثمينها في بيئتهم الاجتماعية القريبة من خلال بعث المشاريع الصغرى، وأيضا من خلال التواصل والإدماج الاجتماعي. وبهدف تعزيز القدرات البيداغوجية للأطراف المتدخلة في منظومة محو الأمية، انطلق التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار، التي ستعمل أيضا على تجهيز المراكز النموذجية بعدد من الولايات، خاصة الموجودة بالشمال الغربي والوسط، وإرساء قاعدة بيانات تفاعلية لمتابعة البرنامج. لقد أمضينا اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية منذ شهر جويلية، وسنواصل التعاون بيننا لمدة 3 سنوات من أجل تطوير القدرات البيداغوجية للأطراف المتدخلة في منظومة محو الأمية. ونحن الآن بصدد تكوين المكونين والمتفقدين بالمراكز النموذجية لتعليم الكبار بعدد من الولايات، خصوصا في الشمال الغربي والوسط. كما سيتم قريبا بعث جامعة تونس للتعليم مدى الحياة للمتحررين من الأمية وللراغبين في تعزيز قدراتهم المعرفية ومهاراتهم المهنية. خلال مشاركته في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها نيويورك من 23 إلى 30 من سبتمبر الجاري، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيدة والتصدي للتغير المناخي وتعزيز الإدماج، ترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي الاجتماع الوزاري السابع للجنة تنسيق الشراكة الإفريقية العربية، وحضره بالخصوص الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية سلسلة لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين الأمميين وعدد من وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة. أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية أن الحكومة البريطانية تعهدت بخلاص المتخلدات بذمة السياحة البريطانيين، على خلفية إعلان وكالة الأسوار العالمية توماس كوك إفلاسها لفائدة نوزل التونسية التي يقيمون بها إلى غاية 6 أكتوبر المقبل. تعهدت المملكة المتحدة اليوم بالسهر أولاً على تأمين عودة جميع السياح البريطانيين من تونس بعد استكمال عطلهم، وفق ما يقتضيه العقد الممضي مع وكالة الأسفار العالمية توماس كوك، وثانياً باستخلاص متخلداتهم لدى النزل التونسية التي يقاموا بها والبالغة وفق التقديرات الأولية 190 مليار دينار. بريزون شارج متاع السواح الكل موجودين هنا في تونس، كسسوا في الطيران في الرجوع متاعهم، معناها هي الحكومة الإنجليزية هي اللي باش تاخذهم شارج، ولا السيجور متاعهم اللي يكون، فما شفنا برشا سواح موجودين هنا حتى 6 أكتوبر، وهذوما كله معناها الدولة البريطانية هي اللي باش تخلص ديريكتومون النزول التونسية للسواح اللي مازالوا برسك عندنا أكثر مويان توا اليوم نجم نقولوا فما 3800 سائح. كما تحدث وزير السياحة والصناعات التقليدية عن طلب تقدم به إلى رئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري استثنائي يخصص لقطاع السياحة، تقترح من خلاله حزمة من الإجراءات لفائدة أصحاب النزل المتضررين. فاتورات هذوما نتاع الوتلة اون ايتي فاكتوري لكن ما خلصوش، وفيهم تيفيا، وخلصوا تيفيا للدولة، معناها خلصنا التيفيا اللي هي عمرها دخلت الكاسة نتاع الوتيل. هذه لازمنا نعاونوا بها، نشوفوا معناها
دي فاسيليتي، نشوفوا دي كريدي دو غولي نتاع البنوك افيك انتو زيرو، يلزمنا نعاونوا نزل. احنا شنو طلبنا اليوم؟ عندنا معناها مقابلنا باش نخلصوا على القيمه الزايده التي في ا، باش نخلصوا السي ان اس اس، عندنا فاتوره الضوء، فاتوره الماء بيان سور الشهري، وباش يجيو من بعد البنوك. دونك لازمنا نلوجوا على حلول كيفاش تاجيل الخلاص هذايا، مش نفسخوا الخلاص هذايا، وباش نطلبوا يمكن في قانون الماليه نتاع 2020 باش هالخسائر هذه نجموا نعديوهم باغ بيغت اي بروفي، ونجموا نسترجعوا كيفاش ما نعرفش نقولها بالعربي، القيمه الزايده، القيمه المضافه، التي في ان كريدي دو تي في ا. ولتفادي خسائر محتملة لقطاع النزول خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تجرى اجتماعات ماراثونية بين مهنيي القطاع ووزير السياحة والصناعات التقليدية وسفيرة بريطانيا بتونس للعمل على التباحث مع منافسي توماس كوك لاقتناء هذه الحجوزات. تم تأكيد خلال اللقاء الذي جمع مساء اليوم بقصر قرطاج رئيس الجمهورية محمد الناصر بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على نور الدين الطبوبي على ضرورة تخفيض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية. وذكر بلاغنا لرئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد في ضوء مستجدات العملية الانتخابية، مؤكدا أنه تم خلاله دعوة كافة الفاعلين السياسيين إلى العمل على بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج. وجدد الناصر بالمناسبة دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والعمل على توفير مناخات سليمة للاستحقاق الانتخابي البرلماني للسادس من أكتوبر المقبل، داعيا إلى تضافر جهود جميع التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد. هناك تقارب في الأفكار في التقييم الراهن للوضع اليوم. اليوم البلاد ما يلزمش طول حالة الانتظار، يلزم اليوم تتبعث رسائل إيجابية لأن مرتبطين بمستثمرين وبمعناها مصالح دولية. قضنا مرحلة أولى من الانتخابات في الدور الأول الرئاسي، ولابد كذلك في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تكافؤ الفرص بين المترشحين حتى يكون للانتخابات الرئاسية لها المعنى الحقيقي نتاعها على مستوى الممارسة الديمقراطية. القضاء هو الفيصل في كل القضايا، ولكن هذه مسألة استثنائية ما تتكررش ديما. كان بالإمكان معناها أن اليوم نوازن بين ما هو قضائي تتواصل التتبعات القضائية وبين معناها هذا الاستحقاق الانتخابي. حصيلة الأسبوع الأول من حملة الانتخابات التشريعية من منظور تونسيين تنقلها لكم كاميرا الأخبار، نتابع. على وقع خطى بطيئة تسير الحملة الانتخابية التشريعية وفق العديد، فالانتخابات الرئاسية ومرشحوها هيمنوا على المشهد الانتخابي حتى أن الإجابة عن السؤال تكون على هذه الشاكلة. الانتخابات التشريعية في أسبوعها الأول، كيفاش تبعت شنو شفت الأسبوع الأول هنا من الحملة هذه؟ بو تبعت انتخبت، انا قمت بواجبي وطني بيان سير. الانتخابات التشريعية. الانتخابات التشريعية وحملتها المتواصلة منذ أكثر من أسبوع لم تلفت انتباه البعض الآخر. شو معناها انتخابات تشريعية؟ ما نعرفش. عندك فكرة على عدد القائمات المترشحة؟ والله لا، ما عنديش فكرة، ما كيفش على أختي. هذيك نتاع الرئيس فهمت، أما التشريعية راني مش فهمت. حصيلة الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية التشريعية في عيون العديد ممن تابعها كانت باهتة. باهتة، باردة، نشوفوا في يعني أشخاص وما ناش نشوفوا في أطروحات ولا في برامج. ما حسيتش النشاط نتاعها كما الانتخابات الرئاسية؟ والله تبعتهم شوية مش برشا، فما أحزاب فيها برود وفما أحزاب فيها نشاط. والله ما تبعتهاش خاطر الأحزاب هم اللي وبرشا كثرة القائمات، معناتها هذويا حاجات تشتت، معناتها ناخذ شوية شوية. طبعا أنا عندي عودة مدرسية، أنا نصور في الأسابيع الجاية، الأسبوع الجاي نصور تكون تمشي أكثر. ومع تواصل اللقاءات المباشرة مع المواطنين وتقديم البرامج للقائمات الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة المشاركة في الانتخابات التشريعية، يعلق الناخبون آمالا عديدة.
ويزيدوا يحكيوا اكثر على شنو باش يعملوا، شنو يزيدوا، شنو باش ينقصوا، شنو باش يوفروا لنا في المدن. لازم الهيئه العليا المتقله للانتخابات لازم تكثر من وظائف الاشاريه، مش كان معناتها تخدم على الوطنيه بركه، حتى في القنوات الاخرين تخدم وظائف اشاريه تشجع المواطن وتقنع المواطن اللي الانتخابات التشريعيه راهي مهمه. التشريعيه ان شاء الله تكون احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. الحمد لله ما عادش خايف على تونس ان شاء الله. ربي يسهل بنيتي كهوي اللي يجي منه مبروك. استحقاق انتخابي يفتح فيه الباب أمام الناخبين في السادس من أكتوبر القادم لانتخاب نواب مجلس الشعب، تتواصل حملته الانتخابية حتى الرابع من أكتوبر القادم. مع بدء العد التنازلي لموعد السادس من أكتوبر المقبل يكثر الحديث عن المهام التي يقوم بها مجلس نواب الشعب وفق ما يقره نظامه الداخلي، فهو يقوم بدوره التشريعي والرقبي وفق ما يقتضيه القانون. البعض يمدح عمل نواب الشعب والآخر ينتقد عملهم، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية عادت إلى الساحة هذه الصور حول مهام المجلس النيابي، لكن يبدو أن عددا من المواطنين ليس على علم بها. تفكر مش تبع فيها شوي عشان نتابع السياسة، مش نتابع فيها السياسة أختي الباهية، ما عنديش بها حتى غاية. وظيفة متاعهم الأساسية يقولنا حلول نحن المعيشة متاعنا، يعملوا لنا مع يدخلوا العباد تخدم أقل حاجة. واحد ما مش يمشي للنواب مش ينوب الشعب، معناه هو مش يحكي باسم الشعب، فهمت؟ فص النواب هذيك، هذيك هي المهام نتاعو. نورمالمون نواب الشعب معناها نوابنا احنا يتكلموا علينا يعملوا علينا برشا حاجات. ما نعرفش شنو هي المهام نتاعها، ما عنديش عليهم فكرة. صورة المهام قد تبدو أكثر وضوحا لدى فئة أخرى من المواطنين بحكم متابعتهم لأشغال المجلس النيابي السابق واطلاعهم على نقاشاته. يجري القوانين اللي قاعدة ناقصة. كما شنو مثلا القوانين الناقصة؟ هذيك المحكمة الدستورية. هذيك اللي بها العمدة هي منين صلاح المواطن، المعيشة، حرية، هذا هما. نشوف المعيشة نتاعك للزوالي، شوف السبيطارات للمرضى، شوفوا برشا حاجات. جايين باش يخدموا الشعب، باش يعاونوا الشعب، مش باش يزيدوا عليه. يسنوا قوانين خصوصا الإرهاب. أستاذة القانون الدستوري سلسبيل الأقليمي رأت أن المهمة التشريعية لمجلس نواب الشعب هي من أهم المسؤوليات التي يقوم بها، فهو يرتقي بالنص إلى قانون ملزم للجميع. الوظيفة هذه الوظيفة التشريعية هامة برشا. علاش هامة برشا؟ على خاطر ما فماش سياسة تتطبق بلاش قوانين. كل سياسة مهما كانت قطاعية ولا عامة تحتاج إلى قوانين اللي هي تمكنها باش أنها تدخل حيز النفاذ، وكل إصلاحات كذلك مهما كانت طبيعتها ولا مهما كان مجالها ولا موضوعها ما تنجمش تتم من غير نصوص قانونية. وهذا يعطينا فكرة على أهمية ومحورية دور مجلس نواب الشعب كآلة تشريعية. لكنها وفق أستاذة القانون سلطة تشريعية غير مطلقة، فالمجلس يعمل تحت رقابة المحكمة الدستورية الحامية للشرعية الدستورية والإرادة الشعبية، كما يقوم المجلس بمراقبة العمل الحكومي عبر الأسئلة الشفهية والكتابية ومساءلة أعضاء الحكومة، وهي آليات عادة ما تستعملها المعارضة النيابية. تكون رقابة تأخذ شكل آخر ونبرة أخرى اللي هي يعني تعبر في الواقع، ولا هي تعكس اهتزاز ثقة البرلمان في الحكومة، ونلقاوها في آليات الحادة كيف ما إحداث لجان تقصي حول تصرفات للحكومة أو لبعض أعضائها، حتى لنوصلوا يعني أكثر الآليات الرقابة حدة، مثل في تقديم لائحة لوم لتسحب عن طريقها الأغلبية اللي في المجلس ثقتها من الحكومة. ليعلن في السادس من أكتوبر القادم عن انطلاق الاقتراع واستعداد النواب الجدد للمهام. بعد أعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نتساءل هل يمكن لهذه النتائج أن تؤثر على نتائج الاستحقاق التشريعي؟ مسألة يتناولها هذا الريبورتاج. بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في دورها الأول، تتجه آراء المحللين نحو تأكيد تأثيرات هذه النتائج على الانتخابات التشريعية وعلى إعادة صياغة المشهد البرلماني. الأحزاب الآن تنادي بضرورة
استدراك الفترة الماضية، بل أن هناك من ينادي بتجميع العائلات الفكرية، بالتالي هذا أيضا يمكن أن يؤثر على الانتخابات، ولربما أيضا تأخذ الانتخابات طابع استفاف إيديولوجي، وفي هذا الوقت يمكن للأحزاب أن تلعب دورا. بالنتيجة نقول أن التداعيات ستكون حتميا موجودة، ولكن بشكل نسبي وليست حاسمة باتجاه هذا الطرف أو هذا الطرف. وفي السياق ذاته تشير قراءة المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن الأحزاب السياسية بصدد إعادة حساباتها على ضوء نتائج الرئاسية. نجد أولا مجموعة من الأحزاب التي اصطفت وراء الاثنين المرشحين الاثنين أو الفائزين الاثنين، وهؤلاء لديهم هم أحزاب وشخصيات، ولكن حتى الأحزاب ركز الأحزاب وخاصة المستقلين، هؤلاء قد أولا من صوت للرؤساء الرئيسين على الأقل لربما سيذهب لقائمات معينة تبدو قريبة من هذه الشخصية أو من هذه الشخصية أو من هذا الحزب أو ذاك الحزب، لأن كما قلت وقع الترجي. فيما يتعلق بتعامل الناخب مع الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاق التشريعي، فقد أكد أستاذ التاريخ السياسي المعاصر أن إقبال الناخب على الاقتراع مرتبط بمدى ثقته بالوعود والبرامج المقدمة. من الضروري على الأحزاب أن تخفض أو أن تحجم من وعودها للمواطن حتى يصدقها، وتعمل بالحد الأدنى، إمكانيات البلاد محدودة، ومن الضروري إعطاء المواطن بطبيعة الطمأنة ولكن في حدود معينة. ورغم ضبابية المشهد وغياب معطيات تسمح بالذهاب بعيدا في الفرضيات والتحليل، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية ستلقي بظلالها لا محالة على الخارطة الحزبية والبرلمانية. نواصل مشاهدينا بث تقارير حول أبرز المشاكل وانتظارات المواطنين من النواب الجدد في مختلف الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها وفق عدد القائمات الانتخابية المقبولة نهائيا. اليوم نتطرق إلى مشاغل وانتظارات المواطنين بدائرتي منوبة وتونس 2. بالنسبة للولايات منوبة معناها فما شوية نقص من ناحية الرعاية الصحية، فهمني، فما شوية تعديلات من ناحية الإجراءات الإدارية. والله بالنسبة للنواب الجدد هذوما نطالبوهم معناها بتسهيل خدمات المواطن سواء كانت الإدارية والاقتراب المواطن والإصغاء لمشاغله. ولات منوبة يحسنوا الكياسات ويتلهوا بهم شوية ويتلهوا بالعباد تخدم شوية، يعلم بهم ربي مساكن. يعني يقولون لك الكياسات يعملوا لنا المعيشة، واحد يخذ في 180,000 مش خالط على حتى شيء. عندنا مشكلة كبيرة في الماء ومشكلة في البيوع زاد. لا نورمالمون راهو عندنا سوق لهنا منتج المستهلك. أفضل وخير للمواطن وللفلاح، لازم دا كل يوم في الزيادة كل شيء نستورده فيه. يزمو يشجعوا الفلاح يا اخي. تو سامحني انا عمري 30 سنه، عندي تو 10 سنين نخدم في الدومين هذا، ما فما حتى تشجيعات كما اي المناطق كلهم. مش مساله شباب بطال، شباب يعاني من تهميش، شباب ماهوش مؤطر، البنيه التحتيه هكترا فيها طرقات مقصره، نحرك كله واحنا نصلحه. أنا جبتك اليوم انتخبتك مش أنت تتكلم على مشاكل نتاعي، صحة، تعليم، بنية تحتية، مشاكل يومية، بركاجات، الأمن لازم يكون متوفر بصفة عامة. البنية التحتية شباب مهمش، معناها ما فماش حتى أدنى فرص للعمل، وحتى باش أنت تبادر ما تلقاش تشجيع كومبليت موزد، لا من المؤسسات للبنوك تلقى 7000 عائق. نتمنى وكان يغزروا برشا حاجات اللي معناها اللي تخص الشباب والصغار اللي يقراوا في دوار متاع ثقافه ولا نوادي ولا جمعيات، هما تلقاهم ديمات خزاغ مساكن معناها وما يخدموش، ومعناها هما عندهم في داخليتهم يحبوا يصلحوا، يحبوا يعملوا امتي بروجي يقدموا به، ان شاء الله هما يغزروا الحاجات هذيا.
قدمت قائمة عيش تونسي عن دائرة بنزرت برنامجها الانتخابي بمنطقة جرزون. تحسين وضعية المرأة العاملة والترفيه في منحة التقاعد مع التعهد بتسوية الأراضي ذات الإشكاليات العقارية من ضمن نقاط البرنامج الانتخابي لقائمة عيش تونسي في بنزرت. حسن وضعية المتقاعدين، خلاص متاعهم يكون يتماشى مع غلاء المعيشة. الأراضي موقعش ترسيمها في إدارة الملكية العقارية، وعباد قاعدة محرومة عندها أرزاق ما تنجمش تتعامل مع البنوك. ماذا بينا الحكاية هذه تحيين معناتها الرسوم العقارية المجمدة يلزم نقف عليها. كما تعهدت القائمة بتحسين وضعية قطاعي التربية والصحة. وفي سيدي بوزيد قدمت قائمة حزب الأمل برنامجها الانتخابي. قدم حزب الأمل قائمة سيدي بوزيد أهم النقاط الكبرى في برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية. احنا بالنسبة للبرنامج الانتخابي على مستوى الجهة عندنا الوضعية متاع خاصة الوضعية الصحية في الجهة، عندنا مستشفى جامعي يستنوا فيها عندنا قديش، عندنا أسي الأراضي الدولية، تفويت الأصحاب الشهيد العليا، عندنا مشكلة متاع المياه، كهربة الأبار، صغار الفلاحين، التفويت حل المشاكل مع الفلاحين في القروض اللي خدموها مع الدولة، وخاصة عندنا نداء عاجل خاصة تو مستعجل، هو النقل المدرسي، عندنا مناطق معزولة، تلاتة مش قاعد تقرا تو، عندنا شويهين مش قاعدين يقروا في البلادية، على مستوى سيدي بوزيد عندنا إشكالية في النقل المدرسي بتاع تلاتة. حزب الأمل قائمة سيدي بوزيد ركز أيضا على رعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية ودعم حقوق المرأة العاملة. كما قدمت قائمة حركة مشروع تونس عن دائرة صفاقس اثنين برنامجها الانتخابي. حركة مشروع تونس تدخل السباق الانتخابي بدائرة صفاقس اثنين بقائمة برنامجها يقوم على استرجاع صفاقس مكانتها الاقتصادية والاجتماعية. المشاريع الهامة بالطبع هي المشاريع الاقتصادية التي تهم الفلاحة والصيد البحري والصناعة وكل المجالات التكنولوجية الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بالشأن الثقافي والرياضي بإنجاز مدينة رياضية كبرى بصفاقس وبإنجاز مركبات رياضية بكافة المعتمديات حتى ينعم الشباب بهذه المنجزات. برنامج قائمة مشروع تونس يعد أيضا بإعادة الاعتبار إلى الثقافة والمثقفين في صفاقس باعتبارها مدينة ذكاء على حد تعبير محمد الفاضل محفوظ. وفي ندوة صحفية بتونس العاصمة قدم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برنامجه الانتخابي. منع كل نائب تغيب عن أكثر من 30% من الجلسة العامة من الترشح لمدة نيابية أخرى من بين الإصلاحات السياسية في برنامج حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. مجال الصحة عندنا زوز ملايين ما عندهمش تغطية اجتماعية يداويو بالكرني الأبيض والأصفر اللي ما يعطيش خضر للتونسي. ضروري أنه الدولة تضخ في صندوق الوطني للتأمين المرض 500 مليون دينار كلفة علاج غير المضمونين اجتماعي في إطار معناها اقتطاع 5% من المداخيل الغير جبائية للدولة سنوياً، وذا يمكن التونس الكل يكون تحت كنار. وفي برنامج التكتل أيضاً تعميم التعليم التحضيري وإجباريته منذ سن الرابعة وذلك في غضون 5 سنوات. وفي تطوين قدمت قائمة الاتحاد الوطني للمستقلين برنامجها الانتخابي. فتح ملف الأراضي الاشتراكية بتطاويل واحدة من نقاط البرنامج الانتخابي لقائمة الاتحاد الوطني للمستقلين بولاية تطاوين. الأراضي الاشتراكية فيها مشاكل كبيرة، يلزم عادة النظر في مجال التصرف، يلزم يكونوا فيها ناس مختصين، يلزم تفعيل مشروع المنطقة الصناعية وفتح الاستثمارات للباحثين الشبان، يلزم توفير طب الاختصاص بالمستشفى الجهوي، وانا اللي نطلب معناه باش يولي مستشفى جامعي. كما اكدت قائمه الاتحاد الوطني للمستقلين بولايه تطاوين عملها على تحويل الاداء الضريبي على الشركات المنتصبه بصحراء تطاوين لفائده الجهه محليا. نواصل مشاهدين تقديم بعض المعطيات عن مختلف دوائر الانتخابية. وبطاقة اليوم تخص 3 دوائر انتخابية تتشارك نفس عدد القائمة المقبولة نهائيا بها، وهي على التوالي ريانا وصفاقس واحد وسليانا. تتشارك كل من دائرة أريانا ودائرة صفاقس واحد ودائرة سليانا الترتيب نفسه من حيث عدد القائمات المقبولة نهائيا بها، حيث يبلغ عدد القائمات بدائرة أريانا 52 قائمة تتوزع على 25 قائمة حزبية و16 مستقلة و11 قائمة ائتلافية.
ويبلغ عدد المسجلين للانتخابات التشريعية 19,000 بدائرة أريانا 308,006 ناخبين سيتوزعون يوم الاقتراع على 94 مركزاً. أما بدائرة صفاقس واحد وإن كان بها 52 قائمة فإن توزيعها يختلف عن دائرة أريانا حيث تتوزع القائمة بدائرة صفاقس واحد على 22 حزبية و16 مستقلة و14 قائمة ائتلافية ويبلغ عدد المسجلين للانتخابات التشريعية 19,000 بدائرة صفاقس واحد 282,752 ناخبا سيتوزعون يوم الاقتراع على 208 مراكز. وفي دائرة سليانا يتوزع عدد القائمات المقبولة نهائيا بها والذي يبلغ 52 قائمة على 23 حزبية و20 مستقلة وتسع قائمات ائتلافية ويبلغ عدد المسجلين للانتخابات التشريعية 19,000 بدائرة سليانا 137,290 ناخبا سيتوزعون يوم الاقتراع على 192 مركزا. عقدت الهيئة الوطنية للمحامين ندوة صحفية تحدثت خلالها عن مستجدات حادثة المحكمة الابتدائية بتونس وتطورات ملف ما يعرف بالجهاز السري. أعبر عميد المحامين إبراهيم بودربال عن أسفه للتطورات التي آلت إليها حادثة المحكمة الابتدائية بتونس مشيرا إلى أهمية إيجاد حوار بين جناحي العدالة لحل حالة الأزمة وذلك خلال ندوة صحفية عقدت للغرض. العميد أكد كذلك أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نأسف لكل ما جرى ونؤكد وأن حلحلة المشاكل التي ممكن أن تحدث بين أطراف العائلة القضائية دائما وفي سابق كانت تحل بالحوار ويتقدم العقلاء من الطرفين لإيجاد الحلول المناسبة. هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي والتي دخلت في اعتصام مفتوح في المحكمة الابتدائية بتونس منذ الحادثة التي جدت بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة وأطلقت حملة حول ما وصفته تعاطي النيابة العمومية مع ملف الجهاز السري تحت شعار أحفظ ولا حيل. احنا لا نجدد طلبنا في مآل، احنا سيئين معنا، احنا متمسكين بطلب تحقيق قضائي في ملف الجهاز السري، واليوم توجهنا للشعب التونسي انه باش معناها واطلقنا حملة تحقيق شعبي في الملفات. هذا وقد أصدرت وكالة الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس بيانا توضيحيا قدمت فيه جملة الإجراءات المتخذة بخصوص الشكايات المتعلقة بما أطلقت عليه تسمية الجهاز السري. مثلت مستجدات أوضاع المالية العمومية والمؤشرات الاقتصادية الراهنة محور لقاء القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية توفر مناخ سياسي مستقر إثر المحطات الانتخابية التي تعيشها تونس كشرط أساسي لتعافي الدينار وعودة نسق النمو إلى مستواه المأمول. كما اهتم اللقاء بنتائج الزيارة الأخيرة لوفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جافية. احنا كانت عندنا فريق عمل جاء بالنسبة للجمعة الفارطة، والحقيقة النقاش كان ثري، واللي صار بالنسبة للفترة تاع 18 شهر هذه كما تعرفوا احنا كنا تحت عندنا معناها برنامج عمل كان الحقيقة كانت فيه عديد المؤسسات كما وزارة من وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجارة، للإخوة المحامين غيرهم، ليزيكسبير كونتابل وغيرهم. الحقيقة النقاش كان معنا في مستوى عالي جدا، وإن شاء الله نأمل اللي كانوا في بين 13-18 أكتوبر معناها في الاجتماع اللي باش يصير في باريس إن شاء الله معناها نخرج بصفة نهائية.
انطلقت اليوم رسميا فعالية الدورة الثانية من قمة إفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة. في هذا الربورتاج نتعرف على أهم ما ورد في هذا اليوم الافتتاحي. على هذه الأنغام انطلق البرنامج الرسمي لقمة إفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة، برنامج كان من أبرز فقرات تقديم مجموعة من الأطفال لمؤسساتهم أو لأفكارهم أمام ضيوف هذا الموعد التكنولوجي. انتربريز نتاع تريسيكلي البلاستيك. شناصنا روبو يعاون العباد مش نجم يطيب ولا ينظف الدار الكل على الدار الكل. شركة نتاع كوميرس اون ليني، دونك اي كوميرس. المؤسسات الناشئة أو ستارتاب خص المنظمون بفضاء لعرض آخر ما توصل إليه الشباب الإفريقي من ابتكارات علمية. للتجار عندهم منتوجات باش يروجوا، دونك في عوض ما يقعدوا يهزوا في البروشور نتاعهم ويوريوا في المنتوجات، يجم بالتابلات هذيا ديريكتومون يعمل كل شيء. المدن الذكية والتي هي موضوع تطبيقات العديد من الشركات الناشئة، طرح خبراء موضوع دورها في تحسين حياة المواطنين للنقاش في إحدى الندوات الفكرية. نتبادل الآراء مع شركائنا ونسعى للاطلاع على بعض التجارب حتى نحدث مدن ذكية. ويتواصل برنامج قمة إفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة التي وضعت هذه السنة تحت الشعار تحويل إفريقيا إلى سوق رقمي واحد إلى غاية يوم غد الخميس، بهدف إرساء منظومة رقمية ذكية للتصرف في المعلومات العقارية وتوظيف التكنولوجيا في خدمة التخطيط العمراني. افتتح معرض المعلومات الجغرافية المكانية بشراكة بين الجمهورية الكورية ووزارة التجهيز والإسكان. حوالي 15 شركة كورية مختصة في مجال المعلومات الجغرافية المكانية قدمت خبرتها في إطار الترويج لمشروع هو الأول من نوعه في إفريقيا حول تركيز منظومة رقمية للتصرف في المعلومات العقارية والتخطيط العمراني. فما 15 مؤسسة خاصة باش يقدموا التكنولوجيات الكورية في الدومين جيوسباسيال، يمثلوا توسكي باز دو دوني، توسكي درون، وتوسكي ميثود دو لوفي توبوغرافيك متطور في المجال هذا. إضافة كبيرة لتونس في الميدان جيوسباسيال، خاطر باش نبنيو ما يعبر عنه بالبنية تحتية رقمية للمعلومات الجغرافية. هذا المشروع هو الأول من نوعه في إفريقيا، وكما تعلمون فإن المعلومات الجغرافية المكانية هي مفتاح التقدم الاقتصادي، وقد أثبتت التجربة الكورية ذلك. ونحن اليوم نريد أن نتقاسم نجاح التجربة في تونس، وستكون منطلقا لبقية البلدان الإفريقية. وستكون منظومة التصرف ورقمنة المعلومات العقارية النواة الأولى لمشروع البنية التحتية الرقمية للمعلومات، مشروع سيمكن من حماية أرشيف ووثائق ديوان قيس الأراضي. بالنسبة للديوان قيس الأراضي، هناك استعمال يومي للأمثلة وموزع على كامل تراب الجمهورية، باعتبار معناها ثم استعمال يومي ولانا خايفين من التلف. الحاجة الوحيدة لحماية الأرشيف متاعنا هو رقمنة الأرشيف، دونك توا حاليا مع الجانب الكوري أعطونا من الأول هيبة معناها للقيام معناها بمشروع دراسة جدوى المشروع، وإن شاء الله توا في المراحل الأخيرة وسننطلق معناها في هذا المشروع بصفة فعلية. ومن المنتظر أن تثمر الشراكة الكورية إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية في مجال التخطيط العمراني وتهيئة الأرضية الملائمة لإنجاز المدن الذكية. التجربة التونسية والألمانية في مجال النجاعة الطاقية في الصناعة محور ندوة نظمتها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. خلال افتتاحه لأشغال المؤتمر حول النجاعة الطاقية في الصناعة التونسية، أكد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إبراهيم دباشة أهمية دور الجانب الألماني في مرافقة تونس لنجاح انتقالها الطاقية وبلوغ هدفها الاستراتيجي بالاعتماد على 30% من الطاقات المتجددة في أفق 30 و2000. هو معنا اليوم في أفريقيا احنا ممكن البلد الثانية، وفي معنا الشكل مونديال في العالم معنا من أحسن البلدان في الأرقام معنا تنجيم الطاقة. معنا الأشكال
بالدور نتاعها تعاون معنا الوزارة وكل معنا المستثمرين في الميدان هذا. وسعيا إلى بلوغ هذا الهدف، أكدت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنها وضعت برنامجا لإنتاج 3500 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى حدود 30 و2000. حتى التوى الوزارة أسندت حوالي 30 ترخيص معدل 250 ميجاوات أبري المشاريع الكل مذومة متاع التراخيص. بالنسبة للزمات فإحنا أعطينا توى عملنا طلب عروض مضايق بتاع 500 ميجاوات في إطار نظام اللزمات. 19 جويلية جاءنا العروض، عروض معناتها تعريفات معناتها تنافسية حتى على المستوى العالمي، من أحسن التعريفات على المستوى الإفريقي اللي جاتنا معناتها بالنسبة للمشروع الصحراء 200 ميجاوات. حاجة هذوما 500 ميجاوات باش يمكنوا من تفادي 5% من توريد الغاز. وباعتبار أن القطاع الصناعي هو ثاني قطاع من ناحية استهلاك الطاقة بنسبة 33% من الاستهلاك الجمعي، فقد رسمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدورها مجموعة من البرامج للتحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية. إما التدقيق في الطاقة اللي هي برنامج يمكن المؤسسات من الاقتصاد كبير في الطاقة يوصل حتى 20%، وفما دي بروغرام دي سبيسيفيك كما توليد مؤتلف للطاقة. هذه توا منظومة جديدة في مكني ولا تمكن من المؤسسات باش ينجموا يولدوا الكهرباء على مستوى المؤسسة ويستغلوا الطاقة الحرارية، وهذا ينجم يعمل زادة نسبة كبيرة من الاقتصاد توصل حتى 35% من نسبة الاستهلاك نتاع المؤسسة. كما تم خلال أشغال هذا المؤتمر استعراض تجربة مجموعة من الشركات الألمانية في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطاقة. انعقدت اليوم ندوة لطرح تطوير المنظومة القانونية للسوق المالية بتمويل من البنك الأوروبي للأعمار والتنمية. اللقاء شارك فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع السوق المالية. هو لقاء لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع تطوير الإطار القانوني للسوق المالية في تونس بدعم أوروبي، وانطلاقا من نقاش نقاط الضعف يرسم المشاركون خطة تطوير مشروع من أجل جعل السوق المالية رائدة في المجال وقادرة على دفع الاستثمار. السوق البديلة اللي هي من خلال إجراءات مبسطة اللي باش تمكن الناس باش تساهم في تمويل هذه المؤسسات، هي تمكين هيئة السوق المالية من آليات اللي تمكنها من حماية الادخار ومن تيسير الإجراءات اللي دراج بالبورصة، آليات لدعم دور هالوسطاء في البورصة ويجيبوا منتجات مالية ملائمة في نفس الوقت للإنسان اللي عنده ادخار، ولكن بالنسبة كيف المؤسسة التونسية. ويأتي مشروع تطوير المنظومة القانونية من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها السوق البديلة لتطوير الاقتصاد بعد مرور 25 سنة عن آخر إطار قانوني ينظم عمل السوق. خلال 25 سنة تطورت الأسواق المالية في أوروبا وفي هذه المنطقة، والفكرة المطروحة اليوم هي وضع خريطة طريق تمكن من تطوير بنية هذه السوق، طرق الرقابة عليها مع دور أكبر لهيئة السوق المالية وتطوير آليات التمويل والخدمات التي تبقى إلى حد الآن محدودة جدا، وهو تطوير ستستفيد منه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تطوير المنتجات وتسهيل الولوج إلى السوق. المحيط الاقتصادي العام يتصلح، محيط الاقتصاد نقصد معناها قانون الصرف، نقصد مجال الشركات التجارية يعني فيها بعض النواقص، نقصد معناها الجانب الجبائي لابد من تشجيع جبائي، فتح المجال أمام وسطاء البورصة باش ينجموا يسوقوا أدوات مالية جديدة من نوع التأمين ومن نوع أدوات أخرى معناها من نوع القروض الصغرى. المشروع يتضمن تطوير دور هيئة السوق المالية حسب مبادئ السوق العالمية والاتجاه نحو سهولة أكبر للولوج إلى هذه السوق. إذا كان يكون حجم الإصدار ما يكونش كبير برشا، يعني حتى للخمسة مليون أورو في بالنسبة للأوروبيين ما فماش نشر إصدار وما يحتاجوش ضمانات كبيرة، وبالتالي معناها تكاليف معناها وقت يمروا في السوق ما يتحملوش أعباء كبيرة. بذية ثم بعض النصوص كانت تخرج بأوامر، اليوم تعود تخرج بترتيب من السوق المالية وما عادش نحتاجه حتى نمروا بأوانم ولا حتى نمروا بقوانين، بالتالي يعتبر هو شيء من جانب من دعم الجانب التشريعي للسلطة التعديلية. ومن المنتظر أن تكون سنة 2020 سنة استكمال مراحل هذا المشروع ومروره إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة.
دوليا ألغت الأمم المتحدة اليوم كلمة ممثلي بعض الدول التي كان من المنتظر أن تقدمها في قمة المناخ والتي نظمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب أنطونيو غوتيريش الأمين العام لهذه المنظمة الأممية الذي أكد أن قمة العمل المناخي انتهت باستجابة بعض رؤساء الدول والحكومات لدعوته بشأن طرح إجراءات ملموسة بغية تحقيق الحياد الغازي بحلول 50 و2000، ودعا دول العالم إلى الالتزام بتعهداتهم وفق ما توصل إليه مؤتمر المناخ في باريس. قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع، وقد تعهد جونسون باحترام هذا القرار معللا ذلك بالحاجة إلى التهيئة لخطاب جديد للمملكة في أكتوبر المقبل لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل، بيد أن المحكمة وهي أعلى جهة قضائية في البلاد قالت إنه من الخطأ إيقاف البرلمان عن الاستمرار في تأدية مهامه وواجباته قبيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي. أشرف رئيس الجمهورية القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد ناصر ظهر اليوم بقصر قرطاج على موكب توسيم عدد من الإطارات والمسيرين الرياضيين الذين تميزوا بأدائهم وسهاماتهم في مختلف الاختصاصات الرياضية على الصعيدين الإقليمية والدولية. وتولى رئيس الجمهورية منح وسام الجمهورية من الصنف الأول للسيد يونس الشتالي، ووسام الجمهورية من الصنف الثاني للسيد محرز بوصيان، ووسام الجمهورية من الصنف الثالث للسادة وديع الجاري وعلي البنزرتي ومراد المستيري وربيع النجلوي. كما تم منح الوسام الوطني لاستحقاق الرياضي للرياضيين نهال الشيخ روحو ومنى الباجي ومنعم العابد. وأكد القائم بمهام رئيس الجمهورية بالمناسبة على دور الرياضة في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية القارية والدولية، معتبرا أن الرياضة رافد من روافد خدمة البلاد. توسيم الثلة هذه هو توسيم لكل الرياضيين من رؤساء جامعات، كل الجامعات بدون استثناء، من رؤساء جمعيات رياضية في كل مكان في المدن وفي القرى، وتوسيم لكل الرياضيين نساء ورجال فتيان وفتيات اللي حابين اليوم نكرموهم في هاليوم هذا، اليوم الرياضة. القيمة هذه الأساسية عند الرياضة هي قيمة إنسانية، قيمة بشرية، قيمة يتحلى بها الشعب التونسي اللي دائما يرمي باش يكون في مقام أحسن وفي موقع أحسن ويكون يعني اسمه عالي في المحافل الدولية. اليوم بتكريمنا ثلة من الرياضيين والرياضيات أكرمنا شبان وفتيات ورجال ونساء اللي علاوا اسم تونس في المحافل الدولية. دارت اليوم مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن فوز النادي الإفريقي على هلال الشاب بهدفين دون مقابل، وتغلب النادي الصفاقسي على شبيبة القيروان بثلاثية لهدفين، فيما انتصر النادي البنزرتي على مستقبل سليمان بهدفين لهدف، وحسم اتحاد بنقردان لصالحه مباراة الأجوار أمام اتحاد تطاوين بهدف وحيد، في حين انتهى منذ قليل لقاء ترجي ونادي حمام الأنف بفوز ترجي بهدفين نظيفين. وعملا بمبدأ الشفافية واحتراما لمشاهدي التلفزة التونسية من الجماهير الرياضية ولعامة المواطنين من دافعي ضرائب، تحيط التلفزة التونسية الجمهور العريض علما بأنه رغم المحاولات المتعددة للتلفزة التونسية لاقتناء حقوق بث بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكأس تونس وكل مباريات المنتخب الوطني وحق الدخول القار للملاعب، فإن الجامعة التونسية لكرة القدم تمسكت بمبلغ في حدود 9 ملايين دينار، وهو مبلغ غير مسبوق ويفوق إمكانيات المرفق العمومية، علما وأن آخر اتصالات رسمية تمت يوم أمس ببادرة من التلفزة التونسية التي قدمت 3 مقترحات تم رفضها
كليا. رياضيا دائما، غادر النجم الساحلي منافسات كأس العرب للأندية الأبطال منذ الدور الأول إثر هزيمته عشية اليوم في لقاء الإياب بملعب مصفى بن جنات بالمنستير أمام شباب الأردن بهدف دون مقابل سجل في الدقيقة 50 قبل أن يطرد الحكم لاعب النجم فراس بالعربي، فيما ضاع اللاعب أنيس سلت ضربة جزاء للنجم الساحلي الذي كان قد انهزم ذهابا بهدفين لهدف. الآن إلى تذكير بالعنوان. افتتاح الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية تركيز على اعتماد الفلاحة العصرية دعما للاقتصاد الوطني. توقيع اتفاقية إطارية للقضاء تدريجيا على الأمية في صفوف النساء والفتيات وتعزيز اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي. وتونس تشارك في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والقضاء على الفقر والتصدي للتغير المناخي من أبرز المواضيع. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزة تونسية تونيزيا تي في بوان تي ان. بقية متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.